مشهور الاسم هذا. طفل صغير ابوه قام يشوفه يتاثر ويطيح في البحرين، وداه المستشفى. قالوا في البدايه عادي ما في شيء، يمكن تعب في ركبته. مع الايام اكتشفوا فيه مرض نادر مو موجود، قليل في العالم يصابون بهذا المرض، ضمور العضلات. قالوا للاطباء بعد فتره كل عضلات جسمه راح تموت شوي شوي، لين صار عمره بالعشرين شوي شوي. طبعا بالكرسي يمشي، بعدين في السرير ينام، فجاه حتى عضلات الرئه توقفت، توقف النفس، كاد ان يموت. لحقوا عليه، حطوا له نفس صناعي يعيش برئه اصطناعيه. تدرون هذا الشاب اللي ما يستطيع قضاء حاجته ولا يستطيع ان يحرك جسمه، من اشهر الدعاء الى الله سبحانه. يوم في المستشفى افيق من اغماءته، بكى، قال حق ابوه ابي شيء واحد في المستشفى. شنو؟ قال ابي لابتوب وشبكه نت، بس ابي هذا. ليش؟ لانني مشرف على مواقع دعويه في الانترنت، لا اريد ان اخسرها، الناس تسلم على يدي، الناس تهتدي بسببي. قال انت مريض؟ قال وين كنت مريضا؟ هذه تسليتي. انا رحت اليه وزرته، سويت عنه حلقه، سويت عنه حلقه شيخ. هذا يستحق، هذا النجوم، هذا نجوم الامه، هذا الرموز لها.